القسم ذاك حول اخترق لمحاولة ممتازة كترجع مرة أخرى لتكون لفكاية وردي يغير تماما عن حدراف. حدراف يحاول يرفع كرة ديرو مري اختار من تكتون دير دفاع عن عناصر كوكب مراكشي. نشاهد هنا محاولة ممتازة من زكريا حدراف حاول أنه يقوم بالمغامرة ديرو أنه يختار خيار الاختراق ولكن في آخر المطاف محمود بن حليب نعم ما تمكنش من الكرة الماضية وبالتالي إلى ضربة مربع. هنا كنشاهدونا زكريا حدراف والكعب الجميل ثم نال الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء ولكن في آخر مطاف إلى خارج أرضية الميدان. الجهة اليمنى المادي زايا ما تمكنش من إيقاف الكرة ديالو وقيم بمراوغة بشكل مناسب كتضيع تمشي مباشرة للتماس. تماس لفريق الكوكب الريالي مراكشي نتمنوا ان الايقاع المقابله يرتفع بعض الشيء نعيشوا ليبيا اكثر وحماس اكبر. شاهدونا المحاوله فرصه داخل منطقه الجزاء امكانيه ديال المرور او التمرير ولكن فابريس نكاع في المكان المناسب كيوقف الكره كترجع مره اخرى ولكن صافره من حكم الموجه القادم من اقصى الشرق والحكم عبد الرحيم يعقوبي الذي يعلن على خطا لصالح فريق الرجاء الرياضي. فابريس نجا من الجهه اليسرى سقع بشكل جيد على اعتبار انه يقدم مجموعه من الكرات في الخط الامامي والان شفناه في دور دفاعي يعني امام هذه العمليه الهجوميه كان امكانها ان تقدم جديد من نادي زايا. كره ممتازه عند زكريا حدراف يهز كورتو كونترول ممتاز كيختار الحفاظ على الكره ربح المساحه كره ممتازه دخول داخل منطقه الجزاء امكانيه التصويب من الزاويه بعض الشيء ثم فرصه انا كتضيع في الولاء الاولى كترجع هجمه مرتده مضاده من جانب فريق الكوكب الرياضي المراكشي. نون بهدوء على يسار رونكا نعم فابريسي توصل بالكره ديالو انطلاقه هجوميه ممتازه من جانب فريق رجاء الرياضي. زكريا حدراف يحاول يمر يحاول انه يمر امام جوج لاعبين كانت صعيبه في اخر المطاف كتمشي الكره للتماس. تماس رجوي 12 دقيقه الاولى لحد ساعه هناك محاولات للاختراق للدخول داخل منطقه الجزاء. شاهدوا هذه الكره فرصه جميله العمليه الهجوميه كان بامكانها انها تقدم الهدف الاول يعني شاهدوا الطريقه ديال بناء هذه الكره تمريرها في المقص ثم عمر بوطيب كانت امامه فرصه ذهبيه تصويب مباشر ولكن الحارس محمد بعيو كرجع له الفضل في بقع النتيجه على حالها بانقاذ الموقف وابعاد هذه الكره الى الزاويه لفريق الرجاء الرياضي. الان ضغط من جانب فريق الرجاء لتسجيل الهدف الاول غنشاهدوا ما ان كان سيتعتاد ذلك ام ان فريق الكوكب الرياضي مراكشي ممكن يعتمد المرتدات الهجوميه بشكل اكبر. كره ممتازه راسيه كترجع عند فابريس نكاع يحاول يصوب تصويبه جميله تصويبه فابريس نكاع التصويبه ديالو يعني مؤطره صوب المرمى ولكن هنالك تالق كما قلت للحارس محمد بعيو. فابريس نكاع 21 سنه بناء العمليه الهجوميه الان فرصه لمسور الخط الامامي راسيه كترجع للكوكب الرياضي المراكشي مع امكانيه ديال التمرير في جهه مليزايا يرفع كره ممتازه داخل منطقه الجزاء لفرصه تصويبه ولكن بعيده كل البعد. رضا الزهراوي كان يبحث لتعطير كورتو بشكل جيد ولكن شاهدوا معايا هنا الدوزيام بال الكره الثانيه مثل هذه الكرات يعني غالبا ما تخلق الخطوره داخل منطقه الجزاء لاي معترك اغلب الدم خلف الكره عبد الرحيم شاكير اختصاص معروف الكرات الثابته. اذا غادي نشاهدوا هنا ضربه خطا مرات 19 دقيقه نلعب دقيقه 20 الان تتبقى 25 دقيقه لنهايه الجوله الاولى. كره رجويه عبد الرحيم شاكير يهيئ نفسه كره ملعوبه داخل منطقه الجزاء فرصه ولكن هنالك التغطيه رجعت مره اخرى في اتجاه تماس سنشاهد لمن ستتاح الفرصه. سيكون كريم الهاني ايضا اذا ضربه خطا كره قريبه من منطقه الجزاء اذا عميمي وايضا كريم الهاني جوج لاعبين اللي تحدثنا عليهم خلف هذه الكره معروفين بالتصويب المباشر. هل تكون تمريره ام تصويبه مباشره صوب المرمى؟ دقيقه 22
ضربة خطأ وكوكب ريالي مراكشي غادي نتابعونا طيبة داخل منطقة الجزاء فرصة شيلة شيلة الكرة وتدخل رائع بل وأروع من الحارس أنس الزنيتي الذي وقف سد منيع من إيقاف هذه الكرة مرتدة مضادة كرة ملعوبة من أنس الزنيتي في جزاء الحدراف الأقرب هو الدفاع رفعت مرة أخرى عن الحارس بعيو ويبعد الخطورة مبدأ الأمان والسلامة يحاول ينطلق بكورتو يختار كرة أمامية على مستوى خط الوسط كرة الكوكب ريالي مراكشي بناء العملية الهجومية مرور ممتاز مرور ممتاز بولكسوت جريسي جريسي غرفة كرة جانبية ممتازة صويبة ولكن مش الشكل اللي كان يطمح له لاعب فريق الكوكب ريالي مراكشي ياسين الذهبي تالي ضعت الكرة الماضية في الملعب الكبير هنا بمدينة مراكش كرة ملعوبة على مستوى خط الوسط بناء العملية الهجومية يمكن تصويب عبد الإنعمي تصويب ولكن فوق المرمى بسنتيمترات كان بإمكانها أنها تشكل خطورة تشهد هذه الكرة كرة ملعوبة أمامية فرصة من جانب فريق الرجاء الرياضي دخول داخل منطقة الجزاء فرصة الهدف كرة مباشرة إلى خارج أرضية الميدان نعم سفيان الرحيمي بهذه المحاولة وبهذه العملية الهجومية تهزت لها دكة احتياط فريق الرجاء الرياضي كما تهزت لها عديد من الجماهير الرجوية سوي نوعا ما كانت مغلقة شادو صفري نبج مع العملية الهجومية بشكل كبير فابريس نكا يختار تمرير زكريا حدران فيرفع كورتو داخل منطقة الجزاء وتعلق الحارس سيبعد هذه الكرة يبعد خطر عبد الرحيم الشكير عبد الرحيم الشكير يلعب كورتو تمريرة في الخط الأمامي الأقرب سفيان الرحيمي رجع كورتو ما غادرتش باستمرار المنافسة عبد الرحيم الشكير تمريرة ولكن بعيدة بعيدة من اللاعبين كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط فابريس نكا يختار لياس حداد بادر بنون بادر بنون يستعد للتمريرة والتصويب يختار التمريرة كرة عند بن حلي كرة ممتازة بدر بنون الأخذ والرد ودخول داخل منطقة الجزاء محسن يجور مازال ما تمكنش من الكرة في الخط الأمامي معزولا تماما محسن يجور في الخط الأمامي تعود جوج العناصر مهمة أيضا في فريق الرجاء الرياضي تلي بداع الإصابة أبرزها يبقى عبد الله حافظي سند الورف اللي يعود ونشاهد هذه محاولة تصويبة ترتقم لأحد اللاعبين وآخر مطاف إلى خارج أرضية الميدان شاهدونا الرأسية ثم بعد ذلك التصويبة إلى خارج أرضية الميدان محمود بن حليب القناص الذي ينتظر الفرصة المواتية فقط كرة في الزاوية على يمين الحارس محمد بعيو رفع الكرة داخل منطقة الجزاء إمكانية التصويب بالرأسية هنالك تغطية شاهدوا أنا التصويبة ولكن في آخر مطاف إلى خارج أرضية الميدان شاهدوا عن طريق رياض الزهراوي تحضير في خط الوسط كريم لاني كريم لاني تمريرته ممتازة في اتجاه عبد الحميمي حميمي يرفع كرة ولكن إلى خارج أرضية الميدان كانت بعيدة بعض الشيء خمسة دقائق على انطلاقة الجولة الثانية خمسة دقائق لحد الساعة من جانب إسماعيل أو إلياس إلياس رجع كورتو الوردي الوردي في الخط الوسط تمرير ديال الجانبية في اتجاه كا فابريس نكا ينزل الكرة مرور ممتاز محاولة رائعة داخل منطقة الجزاء تألق الحارس ومع هذا الخطورة كانت صعبة على مؤتمر فريق الكوكب الرياضي مراكشي كرة ملعوبة في الخط الأمامي التمرير والمرور عبد الحميد ممتاز سيمار عبد بلال أخذ والرد ماذا هنالك هنالك رضا رضا الزهراوي تصويبة جميلة قوية ولكن مرت بالمحادات من العارضة الأفقية شاهد الإعادة شاهد الطريقة هنا المحاولة أن التصويبة وتجي فوق المرمى بسنتيمترات قليلة عام كان بإمكانها تكون في الشباك تمشي لاعب جيل يمنع عبد الحميمي النشيط عبد الحميمي يمر امام فابريس نكا ممتاز حميمي تمريره ممتازه دخول داخل منطقه الجزاء التمريره وتصقع تغطيه ممتازه تغطيه ممتازه رائع جدا بدر بنون الكرات اللي تجي من الخطوط الاماميه فيها اصرار فيها رغبه
في طموح للوصول لشلوك، لكن يفعل الآن دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة ممتازة ولكن هنالك تغطية دفاعية. الوقت اللي هنا البناء العملية الهجومية لن ننطلق عن الدخول، هنا تمريرة نعم الحارس كان بعيد عن الكرة الأخيرة لأنه الدفاع فقط أنقذ الموقف. نشاهد هنا التدخل الرائع المميز من بدر بنون، تمكن في 29 سنة هذا وقع الميدان. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء لفرصة ولكن هنالك تغطية، صوفيا رحيمي تمكن من الكرة يوقف كورتو، فابريس نجا يرفع كرة داخل منطقة الجزاء في التصويب المباشر، تصويب هدا هدف ممتاز، هدف لاعب اللي دخل تقريبا 30 ثانية يضع الكرة في المرمى. أيوب مناح انتظروه كثيرا فدخل ليكون بديلا لزكريا حدراف ويوقع الهدف. كرة في المرمى معلنة بذلك من أيوب مناح الهدف الأول. هذه الرؤية الصائبة للمدرب باتريس كارتيرون. نعم تمريرة بالمقاس والتصدي لم يكن بشكل مناسب من الحارس في الوقت اللي كان أيوب مناح في المكان الرائع المناسب ويضع الكرة في المرمى. فابريس نجا لاسيست التمرير، هنا ناح الطير يضع الكرة في المرمى 1-0 في أول لمسة، يضع الكرة في المرمى. شوف طريقة التمرير والروعة في التصويب والكرة في الشباك. الرجاء يعقد المسألة كثيرا على الكوكب الرياضي مراكشي. النصر الرجاء يحلق عاليا، اللاعب الذي دخل منذ ثواني فقط يضع الكرة في المرمى، الرجاء يتقدم في النتيجة 1-0. كرة ملعوبة الآن من جانب عناصر فريق الكوكب الرياضي مراكشي، انطلاقة تحذير الآن من جانب بدر بنون، يرفع كورتو في الخط الأمامي ممتازة في اتجاه سفيان، سفيان رحيمي يوصل الكرة تمريرة جانبية ولكن الأقرب الحارس، تمريرة جيدة ولكن الأقرب الحارس. جماهير أيضا محترمة من الكوكب الرياضي مراكشي أتت لمشاهدة مباراة اليوم ومتابعة هذا اللقاء من المدرجات وقت يشاهد هذه الإعادة وهذه التمريرة، لكن قراءة جيدة من أنس الزنجي. فريق الكوكب الرياضي مراكشي الطريقة اللي كان من خلال الاعتماد على الاختراق داخل منطقة الجزاء، زاوية كريم الهني يستعد لرفع الكرة داخل منطقة الجزاء في نفاذ ممتازة تغطية ترجع من جديد في محاولة إمكانية تصويب إنزال تصويبة سليك في المكان المناسب. نعم صمام الأمام في دفاع فريق الكوكب الرياضي مراكشي أمام كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط بناء العملية الهجومية. كريم الهني تمريرة ممتازة، عبد الأميمي يلعب، عبد الأميمي يمشي من الجهة اليمنى تصويبة ولكن تسرع كورتو مشات مباشرة إلى خارج أرضية الميدان. طريقة ذكية، الفكرة جميلة ولكن تصويبة. نشاهدوا تمريرة ممتازة هي من المساندة الهجومية على مستوى الخط الأمامي. رجوية ممتازة في اتجاه محسن ياشور، ينطلق ياشور، يمشي ياشور، يدخل ياشور، محاولة ممتازة، ضربة جزاء يقرر الحكم عبد الرحيم اليعقوبي. من محسن ياشور القناص الجوليادور، اللاعب الذي يغيب ويحضر على وقع الهدف ووقع المحاولة داخل منطقة الجزاء. ما شاداش بشكل كبير في الشولة الأولى ولكن شوف طريقة التعامل مع هذه الكرة، دخل داخل منطقة الجزاء والتدخل من جانب الحارس يعلن الحكم عبد الرحيم اليعقوبي ويقول ضربة جزاء للرجاء الرياضي في هذه اللحظات الدقيقة 74. محسن ياشور يتصيد ضربة جزاء داخل منطقة الجزاء ويستعد للتنفيذ محسن ياشور عنده 12 هدف في الدوري الاحترافي انتصارة المغرب، والهدف رقم 13، هدف مهم لمحسن ياشور يريد أن يعتلي صدارة الدافية الدوري الاحترافي انتصارة المغرب بعد التألق من لاباكور جوب 15 هدف. هذا الهدف اللي شاهدنا والهدف رقم 13 لمحسن ياشور من نقطة الجزاء اليوم. جماهير سعيدة بما حققه لاعب الرجاء
بما قدمه لاعب الرجاء زيج رائع في المدرجات اليوم من سيريا خاصة جوج الأهداف وقبل شيء وكأني بفريق الكوكب الرياضي المراكشي. نعم تراجع كثيرا على مستوى الخط الدفاعي استقبال لهدفين اثنين نوعا ما قاسي. هذا الهدف يأتي من جانب محسن ياجور يضع الكرة في المرمى شت الكرة للوسط خط في منتصف الشباك جوج الأهداف مقابل شيء. ربع ساعة فقط وينتهي سيناريو الجولة الثانية من مباراة اليوم والوقت القانوني لمباراة اليوم. هل يعود الكوكب أم أن فرحة النسور التي تحلق عاليا النسور اليوم في مدينة مراكش خلال المطاف تمشي بعيدة بعيدة الجهة اليسرى جاريسي يرفع كورته ممتازة تغطية تعود مرة أخرى الذي زايع ضغط كبير من جانب فريق الكوكب الرياضي المراكشي تمريرة جانبية راسية إنزال داخل منطقة الجزاء بالصدر ثم تصويبة رائعة جميلة جدا هوائية ولكن على الطاير على الطاير السوسنيتي قف أمام الكرة الماضية هجمة مرتدة مضادة وهنالك تسلل يقول نعم ثقة راحة الحارس رضا الزهراوي شاهدنا ضربة نقصية ومباشرة ترجع مرة أخرى لعناصر فريق الكوكب الرياضي مراكشي ولكن تقي من جلب الدفاع الحكم يقول خارج أرضية الملعوبة داخل منطقة الجزاء راسية هدف للكوكب الرياضي مراكشي لتبديل الفريق يأتي من جانب اللاعب سعد غزول الذي تمكن من استثمار الكرة الماضية بشكل مميز جوج الأهداف وقبل هدف واحد ونحن سنعرج على العشر دقائق الأخيرة المتبقية نلعب الدقيقة 79 11 دقيقة بالضبط المتبقية ونشاهد الطريقة كرة ملعوبة ممتازة رأسية من سعد غزول يضعها في المرمى معلنا عن تبديل الفريق من هدفين مقابل شيء إلى جوج الأهداف مقابل هدف واحد. نعم غزول يحيي الأمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جانب فريق الكوكب الرياضي مراكش في هذه المباراة في آخر دقائق هذه المباراة العشر دقائق الأخيرة كرة ملعوبة ودخول داخل منطقة الجزاء. نعم رفع الكرة ممتازة ولكن هنالك تغطية من جانب الدفاع بنون كرة كانت بن حليب اللي قام بإعادة الكرة بشكل جيد تشمليرا الجهة اليمنى راسية آخر مطاف اتجاه تمس حاول ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي كرة ممتازة أمامية محسن ياجور محسن ياجور كان بإمكانه استثمار العملية الجنية الماضية شاهدنا تسويفة ولكن إلى خارج أرضية الميدان كرة في الخط الأمامي برا كريم الهادي يسعد يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء كرة ممتازة تغطية من جانب الدفاع رجعت مرة أخرى في محاولة دخول داخل منطقة الجزاء كرة ممتازة ولكن زنيتي في مكان ما نعم يتمكن من إيقاف هذه الكرة إيقاف هذه العملية الهجومية شاهدوا الطريقة أسلوب ديال التعامل فريق الرجاء الرياضي مع هذه المقابلة أسلوب جيد مباراة اليوم بالنتيجة المعروفة جوج الأهداف مقابل هدف واحد رجاء يتمكن من الاستفادة من هذه المباراة ويرتقي على مستوى السلم الترتيبي ليكون كما قلت في المركز الثاني رفقة فريق اتحاد طنجة خلف الوداد الرياضي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة نلقاكم في قادم المواعيد الرياضية.